ما شاء الله عليك حبيبي، الله يحفظك. يعني مبين علي الملك والقائد العام للقوات المسلحة؟ أحلى ملك وأحلى قائد عام للقوات المسلحة. ما شاء الله، ماليها للبدلة، فعلا ماليها للبدلة يا ابن الغالية. أشكرك، أشكرك خالة، أشكرك على كل اللي سويته من أجلي. تريدون شاي بعد سيدي؟ لا لا، تسلم بالأمر. كنت جدا قلق وخايف أن تفاتح ناجي طالب ينضم ويانا للضباط الأحرار. طول الساعات اللي فاتت وخصوصا أثناء فترة العشاء كنت أدب له بسامير، بس بطريقتي ها أنتقد بيها الوضع وأحكي على نور السعيد وعلى عبد الإله. شفته؟ كان جدا متعاطف ويانا. آخر ما كنت أتوقعه ناجي طالب ناقم على وضع مثلنا. بعد اللي صار بحرب فلسطين كل الضباط ناقمين على الوضع. طول القعدة وأنا أفكر بحكاية قلتها قبل لا يجي ناجي طالب، إنه اليوم أفضل يوم نقتل بيه نور السعيد وعبد الإله. طبعاً اليوم أفضل يوم نقتل بيه نور وعبد الإله. تعرف ليش؟ لأن تتويج فيصل راح ينطي زخم للناس، ولو إحنا أمورنا التنظيمية بعدها ما مكتملة، بس مو مشكلة، إن شاء الله ما مطولة. إن شاء الله ما تطول ونحرر العراق مثل ما عبد الناصر حرر مصر. إن شاء الله.